السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هاني، كل شيء على خير وبخير. اليوم جيت نعطيكم الراي ديالي الصريح بهاد المنتوجات اللي غتشوفوا اللي شفتوا قدامي هنا اليوم. فينا هي اللي غادي نعطيها هكا، وفينا هي اللي غادي نعطيها هكا. الا بغيتوا تعرفوا شنو هي المنتوجات اللي بالنسبه لي هي المفضله عندي واللي انتهت ليا وغادي نعاود نشريها، او اللي بانت لي النتيجه ديالها من اول استعمال، فبقاو معايا وشاهدوا الفيديو حتى الاخير باش تستافدوا حسن نتوما معايا. خليكم معايا ما تمشيو فين. فغادي نبداو باول حاجه هاد الكريم ديال ايدين اللي كنت شريته من اكسيون، زوين بزاف البنات. عرفتو كينشف الايد، كينشف الايد اللي كتكون ناشفه كيرطبها مزيان وكيقصح الضفران. الضفران حتى كيقصح، اللي عندها مشكل في الضفران دغيا كيتهرسوا له داكشي. فهاد الكريم هذا زوين بزاف وكيدي لك، شوف هاد القرعه اللي دايره اورو شي حاجه، وكدي لك بزاف د المرات، يعني كطول معاك وزوينه بزاف. فيتامين او، وكان معاه حتى الزيت ديالو اللي في نفس الامبالاج، ما عرفتش فينا هو. المهم علينا، هذه زوينه بزاف على ضمانتي، غادي نحطها هنا. غادي نجيو لهاد الكريم حتى هو ديال الحمام، يعني من بعد الحمام. هذا زوين حتى هو بالنسبه اللي عنده الحم كينشف ليه، الكو ديالو كينشف ليه، فهذا زوين. هاد المارك هادي هو ياك، انا كنتجبتها ليا مرت لوسي غير كادو، زوينه بزاف، جربته وغادي نعاود نشريها ان شاء الله. كيكون فيها هاد الكريم هكا، وكيكون معاها غوماج فواحد الحك، وكيكون معاها واحد لاموس، لاموس ديال الدوش، وكتكون معاها عاوتاني ديك لاموس ديال الدوش وداك سميتو الكوماج. صراحه سالولي ورميت رميتهم هادو اللي حتى بهم. هادي باقي عندي منها واحد شويه، وهذا حتى هو باقي عندي منه شويه. هذا كيكون الزيت الويل، هذا حتى هو كديريه وانتي باقا في الحمام في لادوش، يعني كديري لاموس، كتحيدي لاموس بعد اول حاجه كديري الكوماج، كتغسلي وكديري ديك داك لاموس وكتغسلي، وكديري هاد الزيت هذا وكتغسلي، ومني كتخرجي كدهني الحم ديالك بهاد الكريمه هادي. زوين بزاف وكيضغطي البشره ديالك. نحطو هنايا، غادي ندوز دابا شنو نقول لكم، لاموس ديال الوجه ولا الغسول ديال الوجه. بالنسبه لهاد لامارك هادي ديال اس في ار، هذا زوين، ولكن رديت البال انه ملي كيطول معاك بزاف كيدير الحبوب، كيدولي يدير لك الحبوب في الوجه ديالك. انا صراحة طول معايا بزاف ديال الوقت، ولكن ماشي حيت فاتت لاضات ديالو، لا لاضات ديالو مازال ما فاتت مازال، ولكن غير دوز معايا شحال شي 3 سيمانات ولا جوج، وبدا كيدير ليا الحبوب في الوجه ديالي، فبدلتو وليت كناخد وليت كندير دابا هذا ديال لا مارك ديال ليدل، هاد السيان هذا زوين بزاف. هذاك اس في ار كنت خديتو داير شي 7 اورو وشي حاجه بحال هكا، المهم قل من ماشي اكثر من 10 اورو، 10 اورو ماشي اكثر من 10 اورو، وماشي قل من ماشي لا قل من 10 اورو لتحت، وماشي اكثر من 5 اورو. شي اللي بغيت نقول، هذا خديتو غير باورو شي حاجه، هذا زوين. هذا لحد الان هو كينشف، علاش كينشف الوجه؟ حيت كيغسلو من الاعماق، كيغسل لك الوجه ديالك مزيان، يعني كتحسي بالوجه ديالك نقي. هذا بوغ لا بو نورمال وميكس.
هذا حتى هو زوين، وما كي صراحه لحد الساعه ما دارش ليا الحبوب ولا ما داروش ليا. بالنسبه للكريم اللي كندير لابو ديالي حاليا هي هذه ديال نيفيا كار، ولكن بصراحه ما كتعطيكش واحد الترطيب كامل، يعني ما كيدومش معاك هذاك الترطيب، يعني كتحسي بلابو ديالك رطبه في ديك الساعه. ان فاك دوز ديك الوقيته ديك نص ساعه نقول ولا ساعه، ساعه بحال هكاك كيرجع اللحم ديالك كينشف. يعني هذه بالنسبه لي انا بقى عندي فيها، ما ولكن ما غاديش نعاود نشريها حيت ماشي شي حاجه شنو باقي فيها، ما غاديش نعاود نشريها. حتى بالنسبه حيت هي على حساب حتى الوجه واللحم هذه، ولكن ما حتى الوجه ما قاديش كتعطيك الترطيب ديك الساعه ولكن ما كيدومش. شنو ندوزو هذه بالنسبه للابط ديال العرق، صراحه انا فضلت هذه كان جابتها ليا مرت خال راجلي كادو، ما عمري ما جربتها، مامي مسخه واحد شويه من هنا كتخرجها بحال هكا شاك كريم زوينه، هذه زوينه بزاف شتي زوينه، وما كتخليش لك الاب ديالك كيزرق وداكشي لا، كتخلي كتغطي لك لابو ديالك من تحت، وزوينه زوينه بزاف، وما كتخليش العرق يكون مجهد في تحت الاب ديالك. بالنسبه للقماج كنت خديت هذا من لا مارك ديال اس بي ا ديال اكسيون، هذا غير جربته باش نقول لكم البنات عتي ريحته بحال ريحه داك، قولوا لي عتي داك البواطه في ريحه التيد، ريحه التيد ديال المغرب والله العظيم. وما كيدير لك الحكه راه ما كملتوش، درت منه غير شويه، اصلا كتلقاي البواطه ما عامراش، بواطه كبيره ولكن ما عامراش شي، درت منه غير شي ربعه المرات ولا، ولكن لقيت بلي كيدير الحكه، فهذا لقيته في اكسيون ما تاخذوش. ندوزو لدي ماكيو، كنت استعملت هذا ديال لا مارك دوكراي ياك دوكراي جوبونس، نتمنى نكون نطقت هي هذيك، هذاك خديته من بارا فارماسي ولكن ما صدقش زوين. عرفتي البنات شديت خويه كله على وجهك وما يحيد لك حتى شي حاجه، ما كينقي والو، الا لقيتوه ما تاخذوش، هذا خايب بزاف، يعني نقول لكم بكل صراحه احسن منه ها هو، هذا احسن. المهم ايش عارف عبور، ولكن هذا احسن، هذا الشيء بالي الفرق، باقا كتشوف القرعه بلي باقا عامره حيت ماشي بزاف باش استعملته، ولكن كينقي، درتو شي جوج مرات ولا ثلاثه كينقي مزيان، ماشي بحال هذا لا، هذاك تكون واخا تشديه كله تخويه على الوجه ديالك وتمسحي به وما ينقيش لك، هذا لا، هذا زوين، هذا زوين بزاف كينقي حتى العينين، هذا العينين والوجه رائع. دوزو دابا هذا ما ورد اللي خديته من هنايا من كارفور، هذا زوين زوين بزاف وناتور، ولقيت بلي كاين فرق كبير بين بينه وبين ديال المغرب، كاين فرق كبير يعني لا علاقه، كي تحس بداك الترطيب ديال الوجه وبدوك العينين مكيبقاوش مفوخين، وكي كي فهمت يعني كيحيد داك التعب وداكشي، يعني زوين هذا ديال هنايا والله العظيم احسن من ديال المغرب. يمكن انا كندوي على ديال المغرب، هذاك الاخر اللي كيكون في لابواط بيضاء وفيه ديك الورقه غوز، وداك هنايا كتكون فيه ورده غوز وفيه العين. خديت هذا تا وقت واخداه من اكسيون، هذا ديال سميتها جيل ديال البيتراف ديال جيل ديال ديسكارغون، ديال اسكارغون زوين، هذا زوين
ديال الوجه كينقي لك وجهك، ملي كيكون فيك دوك الحبيبات رقيقين ديال الوجه كينقيهم. بالنسبه للبنات اللي عندهم اكسيون حداهم اكسيون غير ياخذوه، راه زوين زوين بزاف. الحبوب كيحيد الحبوب، الحبوب رقيق. بالنسبه للغاسول ديال الوجه على حساب لو بوان نوار، هذا والو كيحيد لك البوان نوار، ماشي ما كيحيدو، مش كيحيدو، ولكن كيدير لك الحبوب. ما عرفتش واش كاينين بنات تما اللي معايا هنا كيدير لهم الحبوب ولا غير انا. هذا راه كيدير، انا دير لي صراحه الحبوب وراه باقي عامر ما كملتوش. هذاك تخديته، ماشي خديته، هذا كان ديال اختي، اختي تفرجت في الفيديو قلت لها خديتي لي ماسك ديالي ما خديتوش اللي كراش شي حد داروا ليا في ساكي. المهم هذا تا هو كتجربته، ما كينقي، كيقاد لك وجهك، كينقي لك وجهك، كيحيد لك لي بوان نوار، كيفتح لك لون البشره ديالك. ولكن ملي كتستعمليه جوج حتى ثلاث المرات، الا داومتي عليه بحال لابو ديالك كتولفو، ما كتبقاش تبان لك النتيجه نهائيا. بالنسبه ل هاد لا كريم هادي ديال بيبي غارني، حتى هي ما وافقتنيش، كدي لي الحبوب، قالت لي الحبوب. ما عرفش واش كاع البنات اللي معانا حتى هما وقع لهم نفس المشكل ولا غير انا، ما دارت لي الحبوب. صافي ما بقيتش كنستعملها، هي بقى عامه ولكن حبستها ما بقيتش كنستعملها. هادي حتى هي ديال روش بوزي، حتى هي كنت استعملتها شي يامات، ولكن كتلقيها في الاول مزيانه، ولكن حتى حتى انا واخده هادي اللي فيها كتكون فيها ديك بيبي كريم مع تانتي، يعني كتكون فيها ديك لا سميتو بيبي كريم، يعني داك فون دو تا كيف ما نقولو، كتكون فيها كتكون بحال هكا، شتي هكا، وهذه كتحمي لك الوجه ديالك من اشعه الشمس، وفي نفس الوقت كتكوني بحال هكا دايره حتى الفون دو تا الوجه ديالك. الصراحه حتى هي ما سقاتش ليا زوينه، ماشي زوينه، دغيا حتى هي دارت ليا الحبوب، دارت ليا داك الحبوب الرقيق اللي عامر هادي، وحبستها، باقي ما خديتش البديل ديالها حتى تجي الشميشه ونشوف واش غناخدو. بالنسبه للمرطب للشفاه كاين هذا ديال لامارك يوفيا، وكاين هذا ديال لامارك نيتروجين. فينا هما اللي حسن بالنسبه ليا؟ هذا زوين بزاف، كيرطب البش الفم ديالك مزيان، وكيحي ديك القشره اللي كتكون كيرطبها، وملي كتكوني هكا الفم ديالك هكا مقشر ولا مجروح كيدغاتي، وكينقيه لك مزيان، وكيرطب لك الفم ديالك مزيان. هذا زوين بزاف. ندوزو دابا الريسيل. انا عندي جوج مفضلين، عندي هذا ديال لامارك يفروشي، وهذا ديال لامارك برو. هذا حتى هو واعر، هذا واعر واعر، انا كيحمقني هذا، ومني كنديرو ما كاينش اللي ما كتصونيش كتقول لي اش من ريسيل كتستعملي. شوفي الفرشه ديالو كيفاش دايره، شي من هنا رقيقه ومن هنا غليظه، شي كيفاش هكا غادي يعوج، واعر واعر بزاف زوين. وانا صراحه عندي واحد استوس كندير هذيهم بجوج، كنخلط معاهم سميتو داك الغيزه، سميتو داك، المهم نسيت هاد الساعه حتى نتفكروا ونقول لكم معاش كنخلطو، واش كيزيد كيطول لك الشفران، كيولي كتولي الماسكار ديالك صحيه. وكاين هذا ديال ليفروشي دا تاو زوين، انا فرشه ديالو رقيقه شتي، هذا حتى هو زوين، كيعطيك واحد الشوفه ناتشير. ندويو دابا على تحت العينين لي سير. كنت خديت هذا بور لي زيو فاتيغي،
شتو ديال ليغاك صراحه قد في ديك 4 ايام الاولى اللي كنت كنديرو اولا السيمانه الاسبوع الاول اللي كنت كنستعملو عطاني النتيجه وحيد لي لي سيغ من تحت من عينيا ديك الزرقيه تحت من عينيا حيدها ليا ما بقاش كتعطيني ديك الفاتيك وكان زوين زوين بزاف ولكن من بعد ما عرفش ما بقاش كيبان لي الفرق ولا كيجيني عادي كاين عاوتاني هذا ديال سميتو ديال بيرفيكسيون ماتش بيرفيكسيون ديال لا مارك ريميل ريميل وقلي ريميل وي ديال لندن هذاك تلقيتو في كارفور وكاين حتى في لوكلير فيه فيتامين سي و او هذا زوين زوين بزاف الا لقيتو غير خدو منه كيخفي داك الزرقيه اللي كتكون تحت من عينيك زوين بزاف الا لقيتو غير خدو منه انا اعتقد هادي وغادي نعاود نشريه وكاين حتى هذا ديال هذاك تخديتو ديال ان اس كنت خديتو من ديال اونتي سيل كنت خديتو من نيتو من نيتو وقيلا كنظن كاين نيتو حتى في المانيا حيت هي ديال كيو ديال المان ما عرفتش خديت من هذيك من نيتو نيت هذا ديال لي بينو زوين التيكي زوين بزاف ملي كتحطيه كيتحط يعني كي ساهل في الحطان وكيجيك زوين زوين بزاف يعني ما ماشي شي حاجه لخيبو دغيا كينشف وكيتحيد دغيا ما ماشي شي حاجه اللي كتبقى كاين خديت منهم نيت من لا من نيتو خديت هادو حتى هما كان دير مع شي 3 اورو شي حاجه لين 4 اورو ديال ان اس كاين هذا كيجي على هذا الشكل هذا زوين كيجي زوين ولكن هذا اللي ما عجبنيش ما شو كيفاش اللون كيعطي هنا ولكن ملي كديري في فمك ما كيعطيكش هذا اللون هذا ما كيبانش كاع شتي هذا اللون عطى زوين هنا في الايد ولكن ملي كتابليكي على الفم ديالك ما كيعطيكش هذا اللون هذا نهائيا تشوفوا هاد الروينه كاينه كاين هذا ديال كيصحح الديفو ديال الفم كنت خديتو من ايفروشي وما تشوفوا بحال هكا هو راه كيتنجر كيتنجر كتبقي تستعمليه حتى كتقاديه ما جاني ما كيدير والو ما كيدير والو ما كيخبي حتى شي حاجه هذا والو 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 كاين عكور اخرين هذا ديال لا مارك ديال شانيل ولا دي شانيل كوكو هادو صراحة عندي غير سميتهم غير باش نقيسيهم ونشوف فين زوين وهذا ولكن الصراحة إذا كنتو كتعرفو شي مكازا كتعطي دي شونتيم بحال ما هكا غير خدوهم راه كيديو ليكم شوف انتي كيديو ليكم بشحال غتبقاو تبرعو كل مرة بدلو حيت دابا أنا هادو واخداهم من سيفور كل مره بدلو شي بلاصه وصافي وبقاو تاخدو واعرين واعرين بزاف ايوا دابا ندوزو للشعر خديت هذا سوين دي سانج دي سانج دي سانج لا مارك دي سانج هذا واعر واعر بالنسبه للشعر اللي كتخبل ليه الشعر اللي عندها شعره كيتخبل وبالنسبه للشعر اللي مصبوغ زوين هانتما راه باقي فيه كديري غير جوج نقطات وخطير خطير بالنسبه للشامبون عندي هاد ديال لا مارك كورا هذا حتى هو زوين كيكون كاين في كارفور وكاين حتى في لوكلير خطير هذا زوين بزاف راه ما غاليش دير شي جوج او شي حاجه كيطلق الشعر وفيه بزاف الانواع كنا خديت هذا ديال الكولور وكاين واحد الشامبون اخر اللي كندير حاليا هو هذا هذا حتى هو زوين باقي غير الماسك ديالو باقي ما خديتوش والكيميلو ديالو اللي باقي غالي ولكن شي حاجه تشريها وما تندميش عليها وبالنسبه للبندوش كيعجبني هذا
زوين. هذا اللون هذا بالضبط، ماشي كوكو ماشي، لا هذا بالضبط خطير، زوين زوين بزاف، كيخلي واحد الريحه في لابو ديالك واعره واعره بزاف. صافي البنات، كانت مشتريات منتوجات اللي عطيتكم الراي ديالي فيها هما هادو. نتمنى يكون الفيديو عجبكم وتبارطاجيوه مع الناس باش يستافدوا حتى من هاد المنتوجات. تهلاو ليا فراسكم وخليكم ديما سالكس. السلام عليكم.